أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم استخدام الخدم من الديانة النصرانية للعمل عندنا مع الحرص على دخولهم الإسلام، حيث يقوم بعض الناس بدعوتهم وتعريفهم بالإسلام وقد أثمر ذلك في دخول بعض هؤلاء في الإسلام، فهل استخدامهم الحالة هذه جائز؟ لا، لا يجوز جلب الكفار إلى بلاد المسلمين، لا يجوز جلب الكفار إلى بلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين بحجة الدعوة. إذا كنت تدعوهم إلى الله رحلهم، رحلهم بلادهم وادعوهم إلى الله، لا تجيبهم البلاد المسلمين، رحلهم بلادهم وادعوهم إلى الله. نعم.